السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما قصة رواية سالم سبلان التي يحاول الشيعة مرارا أن يطعنوا بعرض النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذه الرواية؟ ما قصتها وهل هي صحيحة وكيف تفهم؟ يا قوم اتبعوا المرسلين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، سنسمع الشبهة من أفواه هؤلاء ثم بعد ذلك نعلق على الرواية ونوضح الحديث. ازاي تشرح أن عائشة ما كانتش تختفي من سالم سبلان وتجلس بين يديه؟ يقول وكانت طيب. عائشة تجلس بين يدي ما تختفي مني. بعد ما علمت بعتقه احتجبت منه. بس قبلها كانت ما تحتجب، تجلس بين يدي. هو يتكلم عن رواية سالم سبلان أنه كان عبدا وكان يرى عائشة بدون حجاب. جيد، سنوضح التفاصيل بإذن الله بعد قليل بعد أن ننتهي من عرض الشبهة. كان حلال تجلس بين يدي سالم سبلان، يعني بين يديه، بين رجليه تجلس. هذا يدلك على أن الذي يطرح الشبهة لا يفهم العربية، لأن قول بين يديه ليس يعني بين رجليه، لأن كلمة بين يديه تعني أمامه، وليس لها علاقة بالذراعين، وليس لها علاقة بشيء من أعضاء الجسد، إنما هي المقصود بها أمامه. العرب إذا قالوا بين يديه يعني أمامه، وشواهد ذلك كثيرة. قوله تعالى فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها، اللي هي حادثة أهل السبت، فصارت عبرة لما أمامها وما خلفها. وقوله ومصدقا لما بين يدي من التوراة، أي لما تقدمني من التوراة. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، أي لما أمامه أو لما تقدمه بالأحرى. هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، يعني أمام رحمته، مقدما على رحمته. له معقبات، يعني ملائكة، من بين يديه أمامه ومن خلفه. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي لما تقدمني من التوراة. فهذا كله لأبين لكم أن الذي يطرح الشبهة أساسا لا يعرف العربية ولا يفهمها، فيظن أن بين يدي يعني بين رجليه، ويعني شيء متعلق باليد. انت شلون اقتنعت؟ هي نزعت، طلعت أعضاها. قال لي أن عائشة كانت تستأجر كعبد. هو قال لك يقدر يشوف شعره؟ وين هذا؟ يعني هو مو عبد إله حتى يقدر يشوف شعره. طيب، إذا من ضمن شبهته أن سالم سبلان كان عبدا لكن لم يكن عبدا لعائشة، فكيف يرى شعر عائشة رضي الله عنها؟ وحتى بالرواية دخل عليها حر وهي ما تدري لي نازعة ملابسها كانت. طيب من دخل عليها كانت مستأجرته حتى باقي ما زال في العبودية ولا ما مستأجرته؟ لا كان حر. إذن كذلك هو هنا في المقطع الأخير طرح شبهتين. الشبهة الأولى أن سالم سبلان حرر بدون علم عائشة، فكيف يكون عبدا لها؟ وهل كانت قد استأجرته بعد حريته؟ الآن أنت أحطت بالشبهة من كل جوانبها، فسأتيك بالتفصيل بإذن الله تعالى. وحاولت أن آتي بكل ما يتعلق بهذه الشبهة من الإنترنت فما وجدت إلا هذه المقاطع وتكرار لها. فأما الرد عليها فأقول بداية نسمع الرواية كما هي. والرواية رواها الإمام النسائي رحمة الله عليه برقم 100 في كتابه السنن. قال أخبرنا الحسن بن حريث حدثنا الفضل بن موسى عن جعيد بن عبد الرحمن قال أخبرني عبد الملك بن مروان بن الحارث بن أبي ذباب قال أخبرني أبو عبد الله سالم سبلان قال، يحكي عن سالم، وكانت عائشة تستعجب بأمانته وتستأجره. الآن قول سالم سبلان فأرتني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فتمضمضت واستنثرت ثلاثا وغسلت وجهها ثلاثا، ثم غسلت يدها اليمنى ثلاثا واليسرى ثلاثا، ووضعت يدها في مقدم رأسها، ثم مسحت رأسها مسحة واحدة إلى مؤخره، ثم أمرت يديها بأذنيها، ثم مرت على الخدين. قال سالم كنت آتيها مكاتبا. إيش هو المكاتب؟ هو العبد الذي يريد أن يعتق نفسه، فيذهب ويشتغل ويكتب عقد بينه وبين مالكه إنه أنا سأشتغل وآتيك بثمني لأشتري نفسي منك فأعتق. فقال كنت آتيها وأنا مكاتبا، أو عفوا كنت آتيها مكاتبا ما تختفي مني، فتجلس بين يدي وتتحدث معي، حتى جئتها ذات يوم فقلت ادعي لي بالبركة يا أم المؤمنين. قالت وما ذاك؟ ليش تقول لي هذا؟ قلت أعتقني الله. قالت بارك الله لك، وأرخت الحجاب دوني، فلم أراها بعد ذلك اليوم. هذا الحديث يا إخوة معلول
من حيث الإسناد ومن حيث المتن. سأذكر لكم الآن العلل الإسنادية. أولا، هذا الحديث غريب من أول إسناده إلى آخره، لم نجد أي متابع لأي راو من رواته، ولم يخرجه أحد غير النسائي في طبقته ولا قبل طبقته من العلماء الذين عاصروه ولا قبله أحد، ما وصلنا أن أحدا من العلماء خرج هذا الحديث. العلة الثانية، عبد الملك بن مروان ابن الحارث بن أبي ذباب، هذا الذي يروي عن سالم سبلان، ليس له توثيق معتبر، ذكره ابن حبان في كتاب الثقات، وهذا لا يكفي لتوثيقه. نحن معلوم عندنا عند أهل الحديث أن ابن حبان رحمة الله عليه يوثق الرواة المجاهيل، عنده منهج، هذا منهجه، يقتضي توثيق عدد من الرواة الذين ليس عندنا معلومات تؤكد لنا أن هؤلاء العلماء موثوقون. ابن حبان يضعهم في كتابه الذي سماه الثقات، فهذا لا يجعله ثقة، والرجل هذا لا يعرف له رواية غير هذه. بحثت في الكتب لم أجد له رواية أخرى، ولم أجد له شيخا ولا تلميذا إلا في هذه الرواية، فهذا أيضا يجعل الحديث هذا غريب، وحديث هذا يبنى عليه أحكام. العلة الثالثة، الفضل بن موسى، هذا الرجل عالم وثقة، ولكن ابن حجر يقول ثقة ثبت وربما أغرب، قال ذلك في تقريب التهذيب. إيش يعني ربما أغرب؟ أي مع كونه ثقة إلا أنه قد يأتي بروايات يأتي بها هو ولا يأتي بها العلماء الثقات، فهذه الروايات قد يكون مشكوك بها. صار عندنا ثلاث علل في الإسناد، وفي عندنا في المتن كذلك علل. العلة الأولى في المتن، قوله في أول الحديث فأرتني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، هل هناك أحد يبدأ كلامه بحرف الفاء فأرتني هكذا؟ إذن في سياق الفاء تصل بين عبارتين كلمتين، وقد تأتي استئنافية ولكنها ضمن سياق، تأتي فاء استئنافية ولكنها ضمن سياق، فبداية الحديث بحرف الفاء هذا يدلك على أن هناك كلاما قبله غير واضح غير مذكور. ما هو هذا الكلام الساقط الذي اختفى ولم نعرفه؟ قد يكون سالم سبلان يحكي عن غيره، يقول فأردت أن فلان قال كذا وكذا وصار كذا فأردتني عائشة، ممكن هو ينقل عن أخي عائشة كما سيأتي معنا. فإذا ابتداء الحديث بحرف الفاء يدلك على أن هناك سياق قبله لم يذكر، وسقوط هذا السياق يسقط الاحتجاج بهذا الحديث المتعلق بسالم سبلان. ثانيا، قوله ثم مسحت رأسها مسحة واحدة إلى مؤخره، ثم أمرت يديها بأذنيها، ثم مرت على الخدين، هل هناك مسح على الخدين في الوضوء؟ يمسح الرأس وتمسح الأذنان فيمسح بعدها الخدان؟ لا. إذن هنا في خلل في الرواية نفسها، يدلك على أن أحد الرواة عنده شيء من الخطأ في روايته، كما أخطأ في هذه قد يخطئ في غيرها. علة ثالثة كذلك في المتن، قول سالم كنت آتيها مكاتبا ما تختفي مني، فتجلس بين يدي وتتحدث معي حتى جئتها ذات يوم فقلت ادعي لي بالبركة يا أم المؤمنين، قالت وماذا؟ قلت أعتقني الله، قالت بارك الله لك، وأرخت الحجاب دوني، فلم أرها بعد ذلك اليوم. الأصل أن العبد لا تكشف عليه المرأة، الرجل إذا كان عبدا لا تكشف عليه إلا التي تملكه، طبعا على خلاف هل أساسا يجوز لها أن تنكشف عليه بناء على قول الله سبحانه وتعالى أو ما ملكت أيمانهن، لأن بعض العلماء قالوا إذا المرأة كانت تملك عبدا رجلا يجوز لها أن تنكشف عليه، بعض العلماء قالوا لا ما يجوز. وأما الآية أو ما ملكت أيمانهن، هذه إذا كانت تملك أما مؤنث عبد كافرة يجوز لها أن تنكشف عليها، لأن كثير من أهل العلم يذهبون إلى أن المرأة المسلمة لا يجوز لها أن تنكشف على امرأة كافرة، ولكن على القول بجواز أن تنكشف المرأة على عبدها الذكر قالوا على عبدها وليس على عبد غيرها. فهذه علة أيضا في الحديث، هذه نحن نعل بها الحديث، علة في المتن لأن عائشة لا تملكه، فقد قال البخاري رحمة الله عليه عن سالم سبلان قال مولى مالك بن أوس،
ابن الحدثان النصري، وعائشة لم ينقل عنها في كتب الفقه قول بأنه يجوز أن تنكشف المرأة على أي عبد. لو كان هذا مذهبها لنقل عنها هذا القول، طالما أنه لم ينقل عنها أنها تجيز انكشاف المرأة على العبد إذا كان العبد لغيرها، فهذا يدلك على أن هذا موضع فيه خلل في الحديث. فمع هذه العلل، ثلاث علل في الإسناد وثلاث علل في المتن، كيف يقال بأن هذه رواية صحيحة؟ هذه رواية لا يحتج بها. بعد ذلك نقول قد يكون الراوي أدخل رواية في رواية، أو جعل الرواية عن سالم سبلان وهي بالأصل عن سالم سبلان عن عبد الرحمن أخي عائشة، عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق. قد يكون ذلك، نحن ثبت عندنا خلل في هذه الرواية. طيب ليش قلنا إنه قد يكون ذلك؟ لأن سالما روى عن عائشة رواية تتعلق بالوضوء من حديثه عن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق أخي عائشة، وهذه الرواية موجودة في صحيح مسلم رقمها 25-240. قال حدثنا، قال الإمام مسلم حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأبو طاهر وأحمد بن عيسى قالوا أخبرنا عبد الله بن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن سالم مولى شداد قال دخلت على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم توفي سعد بن أبي وقاص، فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر فتوضأ عندها فقالت يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار. طيب الراوي سالم مولى شداد، من هو؟ اللي هو سالم سبلان، فهو يروي عن عبد الرحمن عن أخته عائشة. فقد يكون هذا الراوي الذي قلنا إننا لا نعرفه ولا نعرف ثقته خلط صحيح الضعيف وكلام من هنا ومن هناك ورواه برواية فيها هذا الخلل. ولو صحت الرواية، الآن سنتنزل في الحوار ونقول لو صحت الرواية، يقال إن عائشة كانت تملكه أو تكون شريكة في ملكيته، لأن العبد قد يشترك في ملكيته أكثر من شخص. نرجع للشبهات هذا التي سمعناها، كيف تكون عائشة تملكه وجاء في الرواية كانت تستأجره؟ نجيب على ذلك أن ذلك الاستئجار كان بعد العتق، لا يوجد دليل على أنها كانت تستأجره قبل العتق. طيب اعتراض ثاني على كون عائشة تملكه أو تملك بعضه، فقد يقال لنا كيف تملكه وقد جاء أنه مولى لمالك النصري أو لشداد؟ يقال الولاء لمن أعتق، فهو مولاه لأنه أعتقه، اشتراه، دفع ثمنه بعد أن كاتب سالم. لو جاء شخص فدفع له الثمن كاملا هذا سيصير مولاه، فيقال مولاه لأنه أعتقه حتى لو لم يكن عبدا له. قد يعترض علينا باعتراض ثالث فيقال لنا كيف تقولون إنها تملكه وهي لم تعلم بعتقه حتى جاء وقال لها أعتقني الله؟ يقال معنى أعتقني الله على الاستقبال ليس على الحال، ومعنى ذلك أنه امتلك المال الكافي للعتق، أن هناك من تكفل بدفع المال لعتقه. كما أنك على سبيل المثال تريد أن تشتري سيارة وما عندك المال، جيت أنا أعطيتك ما شاء الله ثمن السيارة، قلت لك خذ تستاهل، فتروح أنت لبائع السيارة تقول له خلاص أنا اشتريت السيارة. ليش؟ لأن المال صار عندك وأنت لسه ما وقعت العقد، فيجوز هذا القول على باب الاستقبال. قد يعترض على القول هذا فيقال فلماذا احتجبت منه إذا كان قوله أعتقني الله بمعنى امتلكت المال للعتق، لماذا تحتجب منه هو لسه ما أعتق؟ نقول لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد المكاتب ما يؤدي فاحتجبي عنه، هذا رواه الثوري في الفرائض. وعن نبهان مولى أم سلمة قال كنت أساير أم سلمة بين مكة والمدينة إذ قالت لي يا نبهان كم بقي عليك من كتابتك؟ قلت 2000. قالت قط، بمعنى فقط. قلت قط. قالت أهما عندك؟ قال قلت نعم، هو مولاها وهي ما تعرف كم بقي عليه، ما كانوا ينتبهون إلى فتات المال زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت كم بقي عليك؟ قال 2000. قالت أهما عندك؟ قال قلت نعم. قالت ادفعهما إلى محمد ابن عبد الله فإني قد أعنته بهما في نكاحه، ثم أرخت الحجاب دوني. فبكيت فقلت والله لا أدفعهما،
شوف هو حتى الآن ما دفع الثمن، ما دفع الألفين اللي يملكها. فقالت يا بني إنك والله لن تراني أبدا. ليش؟ لأن العبد كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا امتلك ثمن شراء نفسه فعند ذلك تحتجب مالكته عنه. فإذا هذا على فرض صحة الرواية وهي غير صحيحة، نحن بكل الأحوال لا نصححها، ولكن تنزلا لو تنزلنا فقلنا نقبلها مع ست علل فعند ذلك توجه بهذا التوجيه، والله تعالى أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.